ماني نتدخل في الشؤون الداخليه لاسباب دينيه واسباب مذهبيه، ولن نطالب دائما الكويت يعني ولن ندعم ونحاول نخلي السياسه الخارجيه على كيفي على مقاسات الطائفيه والمذهبيه. يعني فانا استغربت الحقيقه ان يعني العراق دوله جاره ودوله نتاثر احنا بمجريات الاحداث في العراق شئنا ام ابينا، هذول ما نقدر نزيلهم من واقع واقع. لحتى الان البعض ينظر الى العراق بنظره طائفيه وفئويه، وحتى الان هو يحاول ان يتدخل في الشؤون العراقيه، وحتى الان يحاول ان يزج الكويت في بعض الملفات اللي هي لا ناقه لنا فيها ولا جمل. فعلى اي اساس انت تبي تجر الكويت الى هذه المعارك التي استعر فيها المربع العراقي وكان ضحيته بالالاف؟ بس العلاقات الان العراقيه الكويتيه جيده، يعني زياره رئيس البرلمان العراقي الاخيره على المجال الرياضي، تونا شفنا المباراه الوديه، يعني في علاقات طيبه ما بين الكويت والعراق. لا شك ان 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 في هذا النوع من الطرح، لكن انا قاعد اقول ان يعني بدون لا اسمي احد، مع كل احترامي، لما يجي وفد عراقي وهو هذا الوفد هو في استضافه حضره صاحب السمو سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الامه، زين، وينعت بصفات يعني ليست فيه. نعم، وهذه احيانا تصير يعني مناكفات يعني مفاضل يعني من قبل نواب عراقيين ايضا يطلعون يقولون على الكويت، وهذه لا تؤثر في العلاقه. لا تؤثر في العلاقه، لكنها ستترك جرح وستترك اثار سلبيه. احنا اليوم بالكويت شهمنا شهمنا مو الاستقرار، صحيح، مو بالاستقرار الاقليمي والاستقرار الداخلي احنا نستطيع ان نتطور. نعم، شو اللي يهمني انا شنو سووا العراقيين فيما بيناتهم؟ صحيح، وليش اتدخل بهذه الطريقه الداخلي